بس عموما ده على ما تنزل يكون التسعة داخل. يا عم في التسعة ده، ده هيكون جبت الدات لها لحمة ألف ولا ألف ونص، لازم 5 دقايق، 5 دقايق. 25 يا ابن اللعب يا مناب، يا ابن المناب، يا ابن المناب، عمل ايه؟ بعد 75 ألف شعبية. اوه تعرف يا صاحبي ان دي كانت اصعب جوله في تحدي الشعبيه ليا؟ عارف يعني ايه يترمى لك 100 ألف شعبيه في اخر دقيقه؟ وغير انك سكورك اصلا يعني معدي 500,000 ويترمى لك 100 ألف في اخر دقيقه، والمشكله ان الخصم اللي ضدي كان بيجحفل هو كمان، وتقريبا يا جدعان اللي كان ضدي دون ستريمر تركي اصلا، لان في بدايه الجوله كان رامي 250,000 شعبيه. فا رجاله تفتكر اخوكم المصري كسب ولا لا؟ اكيد يعني باذن الله كسبانينه. فا رجاله فتحت لايف والمفروض اللي انا حطيت عليه في اللايف، فازميلي بقى قبل ما نخش على الفيديو ما تنساش اللايك، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا جدعان ما تنسوش اللايك، يعني انزل دلوقتي اعمل لايك، ايدك مش هتتكسر يا عم، اعمل لايك. عملت خلاص؟ يلا بقى يا جدعان اسيبكم على الفيديو عشان مش حابب اطول عليكم كتير. معلش بقى يا جدعان لو الجوده وحشه شويه، لان كل ده متصور من اللايف وحقكم عليا يا جدعان للمره المليون. فانا يا جدعان حاسس بنسبه 30 و40% اللي في ناس كده في القناه مش عاجبها سلسله التحدي الشعبيه. فيا جدعان الناس اللي مش عاجبها السلسله دي تكتب لنا تحت في الكومنتات، وباذن الله مش هنزل منها تاني نهائي لاجل اللي انتم مش عايزينها. فيا رجاله اسيبكم على الفيديو، مشاهده ممتعه زميلي. يا جدعان اي حد في اللايوف ده يا جدعان معاه شعبوله خش ابعتها لي يا زميلي، انا عايز اقول لك ان انا خسران وطالع عيني في تحدي الشعبيه. يرضيك مؤمن ابو شعر سايح ابو فلقه مش عارف ايه يخسر؟ لا انت هتدخل دلوقتي تبعت له شعبيه علشان لازم اكسب التحدي ده. وين يا جدعان اي حد معاه شعبوله يدخل يبعتها لي كده بسرعه، الاي دي قدامك على الشاشه 5675946754. اي شعبوله معاك خش اتبرع بيها علشان لازم نعلي الشعبولي. مؤمن معايا 52,000 عايز ابدلهم بطياره. ايه يا هادي في 52,000؟ انت بتتاجر في الشعبيه ولا ايه؟ في ما خش ابعتهم لي يا هادي وحط ام او نرتبط انا وانت، بس ابعت لي اي حاجه يا هادي. 52,000 ليه يا هادي؟ في ايه؟ يا ايه يا عم انت في انت يوتيوبر يا بوب؟ طيب يلا الايباد هنج يلا بجد والله ادي يا بطوطه. مش عارف بطوطه اللي بعتت لي ولا تبعت لي طياره؟ ممكن توته فتحت ايميل بطوطه وبعتت يعني ايه يا هادي انت فيها يا اسطى؟ ده ما حدش بعت لي انا، ما فيش فرخه بعتت لي الوجه اللي حد يا جدعان بعتوا لي حتى فرخه لو على نفقه الدوله فاهم يا جدعان بالله عليك والله والله ما بعت لي فرخه مجانيه حتى. هو فرخه مجانيه دي امي البوب بيتهور وبعت 5 فراخ. اعلى حاجه جات لي لحد دلوقتي في اللايف 10 فراخ، اعلى حاجه جات لي دلوقتي جات 10 فراخ يا جدعان. لا لا جالي موتوسيكل يا زعيم، انا خلاص بقى انا كده في اللايف تمام وانام بقى. يا جدعان اي حد معاه شعبوله اديك في الامبوله. خاتم يا جدعان الجمدان ده يا جدعان. هو ايه يا بوب؟ بوب لوحده بس اللي بيبعت ليه؟ والله عيب يا جدعان والله عيب. زلم واحد فقط هو اللي بيبعت واخوه بلال. احلى بلال يا عم، اخويا البلال واخويا الريفليكس، احلى ريفليكس واخويا بلال يا عم واخويا البوب. يابا ودي يا بوب ودي. انت ليه بتبعت لي من كل حاجه واحده يا بوب؟ بالله عليك عايز افهم. انا عارف ان انا ماليش دعوه، بس ليه كل حاجه تبعت لي منها حاجه واحده بس؟ تبعت كل اللي معاك يا بوب مره واحده واحده يا عمر البوب. يا بوب انت بتذلني ولا ايه؟ انت قول برضه فاهم، لو بتذل قول. يا جدعان اي شعبيه معاك يا زميلي خش ابعتها، خسرانين في التحدي. الواد فشخني، الواد ماسكني كده وعمال يعلق على الفئه. فرجاله بالله اي شعبوله معاك خش بعد، دز بسرعه دز، انا مش قادر اتنفس بجد يا جدعان مش قادر اتنفس. ايه بقى خسران تحدي؟ اصل يا جدعان صحيح الناس اللي مش عارفه ان انا فتحت تقديمي على الكلام بتاعي وبتاع، لو عايز تعرف الحوار كده وبتاع اعمل فيديو 3 دقايق ابعت اللينك بتاعه. ماشي يا بوب، ماشي يا بوب، خليك زل في ابونا كده يا عمر الناس اللي بتابعك. خال بوب ايوه كده اسكو يا عم، والله اسكو ده واد رجوله قسما بالله. طب اسكو ده واد رجوله، اخويا اسكو يا عم 11 موتوسيكل ودي يعني. كده يا جدعان يا عمري محمد تبع موتوسيكلات. ايوه بداوا يبعتوا اهو، بقينا 120 يا ولاد اللعيبه. محمد تبع موتوسيكلات، محمد الثلاث بتاعات، الثلاث بتاعات ازاي؟ استنى كده لازم اشوف الثلاث بتاعات. خد قلب موتوسيكلين يتهدين اخويا كريمنال. ايه ده بطوطه بعتت لك موتوسيكل؟ انت بتخنني اخويا كريمنال يا عم، طالع من صفحه توتا كريمنال علشان صفحتي متبند. قول بقى انك طالع بقى بتشحت بقى، قول بقى. جدعان عايز اي شعبوله يا جدعان يا عمري 10 موتوسيكلات. عمر اخويا بوب يا بوب انت بتذلني يا بوب، ما تبعت يا بوب كل مره واحده يا بوب واحده. هات ابوك بين 121,000 يا ولاد اللعيبه. يا اسطى انت عادي يجي لك الوفات وبتاع، وانا ما بتبعتليش فراخ حتى يا اخي. يا عم ابعت لك عايز فراخ؟ ما تخش كريمنال ابعت كده اخبط اي شعبوله معاك. انا بيجي لي فراخ والله زعيم، انا ده اللي عايز اقوله لك. هو البوب بس عمال كل شويه يرمي لي حاجه واحده بس تذلني تقريبا. بعت فراخ
ايوه شفت، هي ما عجبهاش زعيم ولا ايه؟ يلا يلا، واحد هي دماغه. عايزة واحد كده يلا. ده ستريم سنايب دي ولا ثواني يا ايه؟ جدعان، انا هبعت ادل كريمنال، وكريمنال شكله هيبعت لي طياره هليكوبتر خاصه شعبيه. يا عمر شمس واخوها ميسي، اي شعبولة يا جدعان، مالي الاي يا دي عمر انتوا عارفينه. ما تبعت لي ادل انت يا كريمنال. يا عمر، يبقى انا 124,000 يا ولاد اللعيبه، والمصحف سدنكو سدنكو. عاش 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 يا ولاد فيكتور اخويا. يا الاي بوب دي بتاعي يا جدعان، بوب، خلاص يا بوب، بعد كل مره واحده. تمام يا جدعان، ده الاي دي بتاعي ظاهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. ده انا انا فاهم بقى، نفسي نفسي من اللي بيبعته اي حاجه، بس انا نفسي في موتوسيكل يا جدعان، بس انا بعت لك خمسه يا ابني موتوسيكل. الاليوت لواحد، انت ما بعتليش فرخه مجانيه حتى ولا تروح ولا ولا تجيبه. لا، صفيان صفيان بعت لي 14 موتوسيكل. والله سألني تبقى بعت لك تستاهل اد، يا 15,000 يا رجاله. تستاهل اد انا وربي. الاول دلوقتي اللي هيبعت 5,000 شعبولة مره واحده، ورب الكعبه ورب الكعبه لا تنزلوا اد. اي شعبولة معاك مش عارف توديها فين، ادخل ابعتها لاخوك الزعيم ويلاك يابا. زعيم يا بعت بنت لي سبع اللعبة، يا ما بتاعت هي يا بنت بابا. اللعبة، يسعد دينك يا بنت، انا لو يسعد فاتح من دينك. الاكونت بتاعي كان يا عمري انا مشطشط. اخويا كريمنال يا اليكس عمر والدم الكريم يا ابني انت المشكلة انك كسبان وعمال تقول على الشعبية يا ابني يا يا ابني، افهم حيبرة. افهم، انا عايز نقط، لازم اكسب ب 250 الف شعبيه، وبعدين البت رمت قصادي يا عم. ريمات الله ما رجالة، المفروض يا مؤمن انت تشحن بسرعه وتبعت لي اي طياره زي ما بيعملوا الخلايج. الخلايجة بقى يا عمر، ما يا عمر لما سافر زي ما اوعدك، اوعدك بجد اللي انا اخويا جاك واخت ماي. يا بوب هتعمل والله بوب، انا نفسي افهم بتبعت واحده واحده ليه. بعت لي 3,000 ببعت لك يلا ايه طيب يا اخي؟ ام متنات دي، بعت لي 30 40 واحده تقريبا. طب ما بوب، ما انت ما زهقتش من مؤمن؟ طيب ما زهقتش من مؤمن، وانت كنت بتعمل ايه جاك؟ وجاك انت بتقلد وانت ماهي وجاك، وانت عملت سبع موتوسيكلات. ايوه كده خاصف يا عم، ايوه كده يا جدعان، انا عايز اللي بيرمي مره واحده كده. ولا ولا ولا، جالي عربية يلا، جالي عربية يا عم يلا، فين يا دين أمي والله فتوت عنده ناس بتبقى يا عم. حلو، باشا ده حد لاقي حمو، خد آد واحد هيدخل يفزع لي فزعه دلوقتي يلا. ويربي. زعيم فزعه اسطوريه، اسطوريه خالص بقى، اسطوريه بقى في العيار المتين التقيل اللي فشخ. ناوي يبعت لك ايه طيب؟ ابعت لي 50 يا حال جدعان، عايز اجيب اسطوريه 50,000 بس، قصاد اجيب الكلان خمسين يلا. ألف بس هيبقى وحش الكلان يا جدعان، ولاد كلان يا كلام جدعان، خلاص شباب كلاني دلوقتي يا فزعه. عمرو. يا جدعان احنا ما جبناش غير 20,000 شعبولة بس، الله رجاله بقينا 136. ود 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 اي شعبولة معاك ما يلا يا بتاخدش هموم جدعان رجاله، مجانية حاس. اي شعبيه معاك حبيبي عمك ودي. حيو 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 ايه حيو اسمها، حي مس على حي اللي هيبعت خلصان. وخوة سفيان يا عم ود مفيش حد بعت لي اول ما قلتها، مس سفيان يا مس ود. على عزت واحمد، الله رجاله واحمد تاني اي ولعوا حد الكلام. اكتر ناس يا جدعان بعت الاي تبعتش دي عبولها هتنزلها ادناو ولا 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 ولا، واحد يا بعت لي عمر فرخه بقى يا ليفل عمر. 7 يا اسطى. انا حاسس خلصت ان هيتجحفل لي يا اسطى. هو ليه بقى هو عمل ده اصلا ممكن سؤال يا يدخل اسطى؟ مع البت ده معايا طيب ولا مع البت؟ طيب ما هو لو مع البت يا فاحنا عمر هنخسر. واحد دخل يا اسطى بعت لي فرخه يا اسطى ليفل 30 ولا 27 حبيبي اي جي واي والله. يا عمري يا سمير يسعد دينك يا سمير. المشكله انه هم كده كده مش هيعرفوا ان انا لايف، يعني لو هم هيبحثوا على التيك توك مش هيعرفوا. الله رجاله اي حد معاه شعبيه يخش يبعتها. انت يا تصدق عم بالله ليه يا عم؟ ده انا لو ببعت ده في ناقصك العام، 60,000. ده انا لو ببعت في العام كان زي بالله. يا المشكله ان انا جدعان لازم انستر اللايف. انا عادي خلاص خلاص، انا هسيب السكور بتاعي على كده ما يا اسطى ما بوريكش ان انا مشرف يا اسطى، ما بوريكش يا حبيبي، ده الاكونت بتاعي الاصلي. يا ابن اللعبة مؤمن، 7 مليون شعبية، ده انا داخل في 8 مليون انت يا واخد ابني. شعبية التيك توك كله. امال انت بقى يا ابني، تعالى كده نشوف عندك كده. يا حرامي يا ابني، 40 مليون تروح من ربنا فين يا ابني؟ ايه يا عم انا بنصب عليهم؟ تروح من ربنا فين؟ 40 مليون واحد داعي عليك دلوقتي. او يا ورك يا ابني، 40 مليون تروح من ربنا فين يا ابني؟ في جود دخلاوي بنفسه بعت لي شعبيه. طب كده ناقص بقى عمر اي دي بقى والحوار خلص. مين فتح؟ يسعد مين فتح؟ شحنت كام؟ يسعد 20 مليون، 20 مليون شده اكيد. شحنت خمسه، التأخير ده كله شحن مليون شده. طب يا مينا شعبولة يا مينا، ما تبعت شعبها يا مينا، انت بتزنني. وربنا ده بيعوض، الراجل ده بيعوض، بيعوض الراجل بيعوض عوض عوض بيعوض. ستوب بس يا مومنت، على ما تنزل يكون التسعة داخل. انا بقول
يا عم في التسعة ده يكون جبت لها ألف ولا ألف ونص. أنا عندي أربع موتوسيكلات بس ما أعرفش أبعتهم لك، لازم خمس دقايق. 25 يا ابن اللعب يا مناب، يا ابن المناب يا ابن المناب. عمل إيه؟ بعت 75,000 شعبية. يسعد دينك يا لا، يسعد دينك، يسعد دينك يا أسطوري يا المطنوخ يا البطاوخ. اللعب يا مناب، لا 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 أنت لعبت بقى مينا بقى، يسعد دينك يا لا. طبير عن انا محتاج 20,000 شعبية. وصلنا لاخر اللايف، عايزين حاجة. سلام عليكم ورحمة الله. يلا علشان اخد 60 يا ابني هتخسر يا حبيب قلبي. عارف يا عم، عارف والله اللي انا والله هيقليط على وشي. انا محتاج 20,000 شعبية علشان اخد يا ابن اللعيبة يا مين، يا ابن اللعيبة يا اسطوري يا فاجر. ايه يا ابني ده يا ابني، عمل ايه؟ بعت 20,000 يا عمري. يسعد دينك يا ولد، انا لو بت هرتبط بيك والله العظيم عشان الشعبية دي. اخويا المينا يا ابني والله العظيم. يسعد دينك يا فاضل اخر ثواني يا رجالة. خلص لسه يا زميلي، لسه مخلص. يا رب يا رب. دعوة حلوة يا جدعان بقى مع بعضينا كده كلنا. الواد ده لو جحفلنا يا جدعان بيجحفلوا في اخر سنة. في ناس بتحسب الدقايق ده. ايه جحفل ولا ايه؟ ايه جحفل ولا ايه؟ يلعب عليك ان شاء الله. الواد ده مش هيجحفل، الواد ده مش هيجحفل. خلص خلص. اي ويلكم يو، اي ويلكم يو يالا، اي ويلكم يو يالا تركي يالا. فكر ال 200,000 جنيه اللي انت رميتهم في الاول اللي انا كنت هموت عليهم دول، هم اللي هيكسبوك. اهي ظهرت، اهي يا عم ظهرت. ايوه كده بقيت بيك اتنين اهو. الناس اللي عماله تزرط في الكومنتات. انا خدت 48 نقطه بس. اه يا عم، وبكده احنا كسبنا. احنا بكده انا فهوريكم النقط اللي خدناها دلوقتي. يلا تعالى نشوف. فاحلى مسا عليكم يا رجاله. اشوفكم في فيديو جديد. سلام. ما تنسوش اللايك بقى واشتركوا عشان نوصل للمليون. اخوك ده